يقول عز من قائل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا مروا باللغو مروا كراما. يسكت سلاما يعني يغض الطرف، يقول له سلام يسكت. واحد من أهل الشام ذاك اليوم في زمن الإمام الباقر سلام الله عليه أتى إلى المدينة، يقول للإمام الباقر في المدينة في مدينة جده رسول الله، يقول له: لو قلت لي كلمة لقلت لك عشرة. الإمام عليه الصلاة والسلام رد عليه قال له: لو قلت لي عشرة لما قلت لك كلمة. أنت لو تقول عشرة تسبني عشر مرات أنا ما أرد عليك ولا كلمة. هذا الفرق بين هالشخصية وهالشخصية، هالنفسية وهالنفسية. هذا مو مؤدب، مو ملتزم بأصول القواعد الأخلاقية الإسلامية، يجي للإمام الباقر يقول له هالشكل. الإمام متأدب بالقرآن، متأدب بآداب جده رسول الله، يقول له: لو قلت لي عشرا لما قلت لك واحدة. يسكت عنه، يغض الطرف. يحتاج الإنسان إلى نفسية شوية واسعة، صدر رحب، حتى يتحلى بهذه الصفة. إذا أسيء إليه لا يرد الإساءة بإساءة، إنما يرد الإساءة بإغضاء. هناك مرحلة ثالثة، المرحلة الثالثة صعبة صعبة صعبة، ولا يقدر عليها إلا ذو حظ عظيم، أنه يرد الإساءة بإحسان. إذا أسيء إليه ما يرد الإساءة بإساءة ولا بسكوت وإغضاء، إنما يرد الإساءة بإحسان، يحسن إلى من أساء إليه. في زيارة أئمة البقيع صلوات الله عليهم أجمعين تقرأ: أشهد أنكم قد أسيء إليكم، أنتم أساءوا إليكم فغفرتم ورددتم الإساءة بالإحسان. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله. يجي واحد أعرابي يسحب من رداءه حتى تحمر رقبته، يبقى الأثر في رقبة النبي. وين؟ في المدينة، يوم اللي كان رسول الله سيد الناس، يوم اللي مؤسس دولة، يوم اللي أصحابه مسلحين من حوله. فيبتسم في وجه الأعرابي يقول له: يا أخ العرب ما حاجتك؟ يسأل عن حاجته ويقضي له حاجته. هذه من يقدر يسويها؟ أنه يرد الإساءة بإحسان.